اختياري للفنانين كان بشكل أول وأساسي بناء على مين أنا شايف للشخصية. يعني ولحسن الحظ الشديد إنه واحدة من البنات اللي شفتها للشخصية أمال كانت صبا، وواحدة تانية كانت فرحة سيسو، اللي هم أصلاً عندهم تاريخ، عندهم وجود، هلأ صبا كان عندها وجود ولا يزال وجود، يعني حضور يعني ما شاء الله عم بكبر. فكان أول شيء، حتى صبا أنا كنا نحكي كثير مثلاً على دور سماحة وأمال، وكان سماح الدور اللي أكثر بالنسبة لي بديهي، وأمال الدور اللي أكثر فيه لا في تحدي. وصبا بتحب التحدي، بتحب تبرز أكثر وأكثر إنه طاقاتها زي أنا كمخرج زي أي حدا. فلما اتفقنا على أمال كان فعلياً عشان يعني أدي هي كانت مناسبة للدور، والبنات التانيين يعني أنا ما بقدرش أكون محظوظ أكثر. يعني إن شاء الله بأفلام الجاي أكون محظوظ إني ألاقي ممثلين هالقد يفهموني وهالقد يسمعوا ويحسوني على الكواليس وأحسهم ويكون في هاي التجربة. ده يعتبر أول فيلم أردني يتسوق هنا في مصر، احكي لنا بقى عن فرحتك بالموضوع ده، ومش بتفكر تاخد تجربة هنا في مصر مع فنانين أو كرو كله مصري؟ والله إنه أول مرة فيلم أردني بنعرض بشكل تجاري كبير بمصر، هذا بالنسبة لي يعني عارف الناس قالتني عنه كذا مرة، بحس حالي بحكي هعيط، لأنه أنا يعني أنا جزء كبير من صناعة مخي السينمائي هو عمالقة مصر، تاريخ مصر، مخرجين، فنانين، كتاب، ملحنين. مصر كانت عالم ثاني، مصر كانت بمحل كتير عالي سينمائيين، أعلى من هوليوود at some point بالتاريخ يعني، من نواحي عديدة. فأنه أنا ينعرض فيلم اليوم تجاريا بمصر، هذا يعني ميكس كبير بين الرعب والحماس والفخر الشديد. يا رب الجمهور المصري. مين أكتر فنان مصري نفسك تشتغل معاه؟ والله في كتير، بس حذكر اسم ممثلة واحدة يا رب أشتغل معاها، لأنه هاي الممثلة يعني فظيعة. طبعاً العديد منا شلبي، أنا منا شلبي بالنسبة لي رائع. بيقولوا مرات بيكون في المخرج ميوز، بيكون في فنانين، بيكون لما المخرج يفكر فيهم هو بيكتب بيصير يتخيل أكتر، بيصير عنده خيال أوسع. واحدة منهم هي منا، لأن عن جد عملاقة بالتمثيل. فأكيد إن شاء الله يعني منا إذا شايفة يعني نحكي إن شاء الله. ليه حضرتك مود معروف بإطلالتك الجريئة على الريد كاربت؟ آخر إطلالة عملت ضجة جامدة قوي، وحضرتك قلت مستوحى من مايكل جاكسون. احكي لنا عن الموضوع ده عشان كان في منتقدين كتير. والله شوف، يعني أنا عامل فيلم عن الحرية الشخصية، عامل فيلم عم بحكي انه كيف الواحد، انه هذا قلنا وعقلنا اماني عنا، لازم اذا انا ما عم باذيك بحياتي انت ما لك اي علاقه بحياتي، بالعكس صحيح. فانا حلبس اللي بدي اياه، بس ليه مش شايف انه في اي شيء يعني لا، يعني شوف الناس لها رايها طبعا، ونحن زي ما بنعمل الفن بنعمل نلبس الفاشن، يعني كل انا فيلمي بيمثلني، هذا اللبس بيمثلني، هاي شخصيتي. فيعني يلا الناس، ما كنتش هيك هالقد من زمان، بعد يعني سنين لو وصلت على المرحلة. فيا ان شاء الله من خلال كتابة الفيلم قدرت اوصل لاني البس اللي بدي اعرضه، مربوطة بطريقة غريبة مش عارف. طب احكي لنا عن بوما دي. بوما هاي نفسها ولا الفيلم؟ يعني لانه فيلمي الجاي اسمه بوما، عنوان الفيلم بوما، وهلا اول مرة عم بحكي عنه يعني. الفيلم رح يكون فضل فيلم أردني، ولكن في ممثلين على الأغلب من المنطقة العربية. فيلمي بنات عبد الرحمن كان كله نساء، فيلمي الثاني بوما في سيدة واحدة وحواليها 50 راجل بقصة. من هلا عم بلبسها، عم بحس فيها، باخذها معي محلات، انا بس اكتب، بصير عندي علاقه يعني. التصوير بدا التصوير فيه؟ التصوير السنه الجاي ان شاء الله، وقبل هيك ان شاء الله حيكون في شغل تاني ما بقدرش احكي عليه. ان شاء الله يكون في شيء بمصر لسه ما حكينا، يعني ما اكدنا، وان شاء الله في استمراريه ل ممكن بنات عبد الرحمن. ممكن يبقى تاني؟ ما بعرف، انا بس هيك تهيأ لي هلا وانا بحكي معك، ما بعرف اذا مضبوط او